مساء الخير اعزائي متابعي ومتابعات ابو كبير ميديا في كل مكان، موجودين مع حضراتكم دلوقتي مع يعني شخص زي ما حضراتكم شايفين، شخص غريب 65 سنه ولكن حاله الجسم في العشرين، حاله الجسم في العشرين، اللياقه يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني تصعب على شخص في العشرين سنه، اهو زي ما حضراتكم شايفين عم رجب يعني ولا اجدع يعني طرزان، اهو زي ما حضراتكم شايفين عم رجب هيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا عم رجب؟ ضغط عشان عضلات الصدر والدراع. يعني زي ما حضراتكم شايفين كمية الصحة اللي عند عم رجب، ربنا يديله الصحة، وزي ما حضراتكم شايفين يعني بيمارس اللعبة من سنين، عنده 65 سنة يعني ما شاء الله، يعني بيأدي التمرين بكل يعني دقة. وصلنا كام عدة كده يا عم رجب؟ 35 عدة. 35 عدة؟ بتمارس الرياضة من امتى بقى؟ تعال كده، تعال تعال. ايه الحكاية بقى؟ عندك 65 سنة وايه اللياقة دي كلها ما شاء الله؟ اللياقة دي عشان الإنسان ماشي يخاف ربنا وجميل مع نفسه وبتاع. ده تمرين رجلين. بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ ايه اللي انت بتعمله دلوقتي ده بقى؟ تمرين رجلين. ده الرجلين دي مهمه، نص جسم الانسان. جميله وحلوه عشان الانسان يقدر يشيل جسمه. يقدر يطلع على سلم. يبقى الرجلين سعداء. يا سلام. وهكذا. ما دي عضله الرجل. ايوه. والله ما شاء الله يا شباب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده تمرين رجلين حلو جدا. هارد لكم. هنعمل بقى ضغط دلوقتي؟ عقلة؟ سريع. ما شاء الله. وحركة بقى لف كده وكده. كده. يعني ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين عم رجب حالة استثنائية. يعني زي ما بيقولوا يعني العمر مجرد رقم. عم رجب اكبر دليل على المقولة دي، اهو 65 سنة وزي ما حضراتكم شايفين في عز شبابه، شاب عنده 65 سنة في عز شبابه زي ما حضراتكم شايفين، يعني حركات وتمارين يصعب عملها على شخص عنده 20 سنة لسه في مقتبل حياته، اهو زي ما حضراتكم شايفين عم رجب لازم بيمرن كل اجزاء جسمه كل يوم، اهو زي ما حضراتكم شايفين لعب ضغط، بيلعب عقلة، بيلعب رجلين، بيدرب كل حاجة في جسمه اهو زي ما حضراتكم شايفين. اوكي. عاش يا عم رجب، عاش ما شاء الله. عاش ما شاء الله. عاش. اوكي. عاش يا عم رجب. ما تعبتش؟ الحمد لله والله. ما تعبتش يا عم رجب؟ والله الشعبية اللي قدامي مش مخليني اتعب حقيقي. الحب والبشريه اللي قدامي مش مخليني حاسس بتاعك. حبيبي. انت بقى دلوقتي بتمرن ايه؟ الكتف؟ الكتاف. ترابيس. قول لي بقى ايه فايده التمرين اللي انت بتعمله دلوقتي ده؟ ده كتاف. الترابيس للرقبه. ممكن امسك ترابيس. ورينا الترابيس كده. ايه اعرض الترابيس كده. كده. اعرضها بقى، اعرضها. بس ما فيش فلان بنص كم. ادينا الترابيس كده يا عم رجل. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص مصدقينك يا عم رجب، مصدقينك. البس تاني، البس تاني، مصدقينك. ما شاء الله. البسها البسها يا عم رجب، البسها البسها. قول لنا بقى يا عم رجب، بتمارس الرياضه من امتى؟ كل ما الاقي نفسي فاضي امارس الرياضه. ليه؟ هي حلاوه جسم الانسان. زي ما انت بتاكل كل يوم. بتشرب ميه كل يوم. اروي جسمك كل يوم. بس انا شايفك بتلعب ضغط. اجزاء جسمك. شايفك بتلعب ضغط بصوره هستيريه، انت بتلعب عدات كتير قوي. الحمد لله نعمه من ربنا. ما شاء الله. الرياضه. ربنا يديك الصحه. ما اروحش اشرب سجاير ومعسل. واذي نفسي. مجرد ما لعبت لي دورين ثلاثه ضغط نفسي اتقطع مش هقدر اكمل. لكن انا محافظ على جسمي، هلعب. وحياتي مع زوجتي وعيالي. ودنيتي تبقى فله.
لكن لو شاول حاجه تتوه دماغي انا الخسران. يعني انت بتلعب الرياضه كبديل للحاجات التانية اللي ممكن تأذيني تفسد صحتك؟ نعم نعم. اي حاجه شبه تاني تأذي صحتي. انت عندك 65 سنه؟ اللي شايف ان العمر ده ما بيمنعكش عن اللي انت بتعمله ده؟ ده العمر ده بيشجعني ان العب. ليه بقى ازاي؟ عشان امشي مع عجله الزمان وما اقولش كلمه اي دي تتعب. المفاصل بتنام، الغضروف بينام، المفاصل بتنام. مظبوط. ربنا خلق لكل حاجه في جسمنا، كل حاجه ليها محبس. لو اهملت محبس الانف سار الانف. لو اهملت سمع الاذن برضو نفس الطريقه. طب ما احافظ على الصحه. احافظ عليه. ليه احافظ عليها؟ المفصل الرجليه دي مش ليها مفصل؟ اشوف دلوقتي بقى احنا هنتمرن بقى تمرينه الهانش وتمرينه الرجل. ماشي انا يا كابتن دي رجل. الهانش اسمها الهانش. ماشي اتمرن هانش. هانش واحدة. هانش هي الهانش دي والبط. يلا بينا. دي الهانش والبنش. ما شاء الله ربنا يديك الصحة ما شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين عم رجب يعني بيقول العمر مجرد رقم، 65 سنة وبيمارس ألعاب رياضية بتصعب على شباب في سن العشرين والخمسة وعشرين زي ما حضراتكم شايفين. يعني بيعمل حركات أنا شخصيا بتصعب عليا. ما شاء الله ربنا يديله الصحة. انا شفتك من شويه يا عم رجب بتتشقلب، يعني علقت دراعك واتشقلبت على اول. ممكن نعملها؟ نعملها. يلا بينا. بس اسرح لي ها ترتاح شويه. ماشي يلا سخن كده. قول لنا بقى يا عم رجب انت بتشتغل ايه؟ تعال كده شويه. انا مبيض مخاره. صنايتي نامت مفيش شغل. صنايتي نامت مفيش شغل. اللي هو بتشتغل على دراعك يعني؟ اشتغل على دراعك. طبعا الاله حلت محل كل حاجه. نعم. فعشان كده الشغل قلت معاك شويه. قل معايا الشغل خالص. فربنا ما بينساش حد. كد وتحرك واشتغل وربنا يرزقك. مش تنام في البيت وتقول الدنيا نامت. الدنيا نامت. الحركه نامت. اشتغل ازاي واعمل ازاي؟ ما ينفعش، لازم تتحرك، لازم تشتغل. طب انت يا عم رجب دلوقتي لما شغلتك قلت وبات والاله حلت محل كل حاجه في المعمار، بتشتغل ايه دلوقتي بقى؟ والله اي حاجه تقابلنا اشتغلها. ما بقولش لا عليها. انت بتتوكل على الله؟ بتوكل على الله واشتغل اي حاجه. وربنا بيرزقني وانا ماشي. بقعد في السوق عمال، اطلع عامل ماشي، وانا طالع على نيه عامل لا واحد عايز صناعه بطلع معاه. لكن مش هنام في البيت واقول لا هيجي لي لغايه عند البيت. وهمشي يعني اخش برج شغالين فيه. يعني انت بقالك كام سنه يا عم رجب؟ بقالك كام سنه بالظبط بتمارس الرياضه؟ بمارس الرياضه من بعد خروجي من الجيش. بعد خروجك من الجيش يعني؟ دلوقتي ما يقرب من 43 سنه مثلا. من 43 سنه. ما بلعبش حديد. بلعب سويدي بس. سويدي اللي هو كارديو كده، حاجه خفيفه كده. الضغط والتمرين الرجلين والهانش والبطن والحاجات دي عشان ما ارميش شحوم. وزني يتقل وبعدين يعمل مشاكل. بس انت بطبيعه شغلتك يعني ما شاء الله محافظه على صحتك يعني. ايوه نعم. ممكن بقى نجرب حاجه هانش، حاجه شقلبه. سيب. نجرب الحاجه شقلبه. يعني زي ما حضراتكم شايفين عم رجب. اتفضل يا عم رجب. يا حركات يعني بتصعب على شاب في سن، او بيحاول. عم رجب برضو عنده روح العزيمه، بيحاول هيجيبها ان شاء الله. مش هتيجي؟ ان شاء الله تيجي. ربنا يديك الصحه. هتجرب حاجه تانية؟ صلى على النبي كده واعملها. هتيجي. العضله نامت. تعالى. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ لعبنا عقلة للظهر والكتاف. لعبنا قدام لعضلة الصدر والكتاف برضو. وتمرين البطن اللي هو على العقلة ده. انا شفتك كنت ماسك العمود دلوقتي وبتنزل وبتطلع. ممكن تعملها لنا؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين اهو عم رجب بيمرن كل جسم، او كل عفوا عضو وكل جزء في جسمه اهو. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي عم رجب بيمرن الظهر، يعني بلغه الرياضيين اسمها السكوات، بينزل ويطلع علشان رجله وظهره اهو. زي ما حضراتكم شايفين يعني قمه في الدقه، ويعني بينزل النزله كامله. في شباب ما بتعرفش تنزل النزله كامله، عم رجب لا، عم رجب بينزل النزله كامله وبيتدرب
يعني زي ما قال الرياضيين. اوكي اوكي عاش عاش عم رجب، ربنا يديك الصحة. دلوقتي بقى عم رجب بعد اذنك عايزين نعرف عندك كام ولد؟ 7. ما شاء الله ما شاء الله. الا بقى عن انت شايف الزواج ازاي؟ شايف الجواز سترة سترة وانه سترة سنة الحياة رسالة بالحياة. خلينا انا النهاردة ما اتجوزتش وعمال اجمع في اموال وفلوس والسن سرقني وفكرت اتجوز بعد 60. وجوزت. انت متجوز على كام يا عم رجب؟ نعم متجوز على كام؟ انا على 18 سنة. ما شاء الله. كمل يا عم رجب كمل. فهنا لما اجي اتجوز استقرار الحياة، الراجل لو عمل بلد نص وها ملك وهو ما خلفش حاجة واتجوز يقول لك يا ريتني كنت خلفت معيش الأملاك دي كلها. خليه برضو عاند نفسه بفلوسه ومشي فيها شمال ويمين ومشي في الطريق اللي هو يخطر على باله وبعدين يرجع يندم. طب هيفيد بإيه الندم؟ مظبوط. مش هيفيد بحاجة. مظبوط. لكن لما اتجوز واستقر في حياتي، ربنا اداني خلوفة وطفلين 3 4، هي رسالة الحياة دي بتكمل بعضها. وانت ورزقك ادولك ربنا، يعني ما تقولش ده وحش ولا ده حلو، وكل واحد بياخد نصيبه في الدنيا. ولكن النهارده الشاب يقول لك اتجوز ليه؟ الحياه غلا وبلا والسكن ومش السكن. يا عم اللقمه اللي بتاكلها انت وهي هتاكلها لوحدك. ويمكن هي معاك هتوفر اكتر. ويبقى استقرارك احسن اكتر. الدنيا فيها ولا تستاهل حاجه. مظبوط. معاك اموال مالهاش نهايه ومعاكش ضنك. هتحسها بايه الحياه؟ ان شاء الله. وراك خدم وحشم؟ طب برضه مش مستفيد، ندمان جوه نفسك لكن محدش عارف. الكل شايلك على راسك. بس فين اللي منك؟ انت بقى هدفك ايه يا عم رجب من اللي انت بتعمله ده؟ من الرياضه دي؟ من الرياضه هدفي اديني عايش ليومين 10 20 ابقى ماشي مع عجله الزمان لغايه ما ربنا يفتكرني عنده. ما احتاجش لحد. ولا انا يعني تحافظ على صحتك يعني؟ بحافظ على صحتي. تمام. ممكن ممكن بقى دلوقتي نختم بواحده عقله واحده ضغط؟ ماشي يا كابتن. مش هنكتر عليه، حاجه بسيطه. يلا ده واحده ضغط بقى. ماشي. يلا بينا. يعني كنا سعداء ان احنا مع عم رجب هنا، ما شاء الله. يعني بيضرب مثل ان العمر مجرد رقم، الصحه بتكون في اي عمر مهما كان طالما محافظ على صحتك. ماشي يا عم رجب، اعمل اللي انت عايزه. يعني عم رجب بيجرب الضغط بطريقه جديده، رجل على الكرسي وايد على الارض اهو. ما شاء الله ما شاء الله اهو. عم رجب 65 سنه على البطاقة، 20 سنة في الحقيقة اهو قدامكم. كفاية ما تتعبش نفسك يا عم رجب، ما تتعبش نفسك. ايه رأيك يا كباتن؟ هديك الساعة يا تسلم يا كباتن. واحدة ضغط بقى ونختم بيها. 2 بس عديتين. ماشي ماشي خلاص عشان ما نزودش عليك. انا حاسس بيك انا حاسس بيك. لا ماشي العب لكم دورين اول. ماشي ربنا يديك الصحة يا راجل. طيب يديك الصحة. اللعبة اللي ألعبها دي عولة للكتاب وعضلات الصدر. عدتين اتنين، عدتين اتنين. واو ما شاء الله ما شاء الله. كفاية عليك يا عم رجب، كفاية عليك كفاية عليك. ما شاء الله مستمر مستمر عم رجب مستمر. يعني ربنا يديك الصحة يا عم رجب. شكرا ليك.